راني مريقل. إذن رايحين نشوفوا مكونات البيت الشعري ومكونات التفعيلة. صلوا على رسول الله. رايحين نشوفوا بيت شعري. قلنا وات، اعطوني قلم واحد اخر، هذا ما يكتبش صح. هذا مليح صح. نجربوا البيت هذا. وتينة غضت الأفنان باسقة قالت لأترابها والصيف يحتضر. والصيف يحتضر. الآن قبل ما نبدأ نقطع لحنها، عاودوا ما سمعتش. صح المفتاح؟ ممتاز. مع أنها خلاص، إذن اكتشاف بحر أصبح شيء سهل جدا وليس صح. هذا الجزء هذا وش نسموه؟ هذا كامل يسموه بيت. هذا شطر وهذا شطر. الشطر هو النصف، لأننا في كي نعودوا في الشعر الحر تولي السطر ما يوليش الشطر. هذا شو سميناه؟ سطر. هذا ايش سميناه؟ عجز. هذه الكلمة الأخيرة وش نسموها؟ ضرب. هذه الكلمة الأخيرة وش سميناها؟ عروض. دوك الآن هذا الحرف الأخير، هذا الحرف الأخير اسمه روي. حرف الأخير. إذن هذه القصيدة رويها حرف الراء. كنت عود القصيدة خلاص بوحدة من حروف هذه، واو يا ألف، ألف مقصورة. هذا معنى رجعوا لي قبلها. وحرف الهاء لا يصلح أن يكون روي ثاني. هذه الحروف ربعة ما يصحوش يكونوا روي، معنى الحرف اللي قدام. متفاهمين؟ ممتاز. الآن بقت لنا القافية. القافية يا جماعة، القافية صلوا على رسول الله. القافية هي الساكنين ما قبلهما متحرك. قافية هذه في كلمة أخرى. الساكنين ما قبلهما متحرك. هذه لازم وش نديروا؟ نلحقوا الكلمة الأخرى نقطعوها. وش درنا؟ يحتضروا. شوفوا يحتضروا صح ولا لا؟ يلا نحطوا الحركة توعنا. يحتضروا وراهم ساكنين، واحد اثنين ونزيدوا لهم واحد متحرك. صافي هذه القافية. هاي زهر جاتنا في كلمة راه كابابل تجيك نص كلمة. فاهمين شو صح؟ هل غادر الشعراء من متردمي أم هل عرفت الدار بعد توهمي؟ توهمي راكم تلاحظين بلي طول. شكرا شكرا، أحسنتم بارك الله فيكم. توهمي صافي. يلا نديروا الحركات. يلا توهمي مي صافي. واحد ساكن اثنين ساكن تا وه هو مي يعني مريقل صح. جي تبدا من الواو صافي. هذه القافيه وهمي. القافيه هي نحسب واحد زوج ساكنين نزيد لهم واحد متحرك ونسكر. فهمتوا المساله؟ جميل. اذا هذه مكونات البيت الشعري. اذا يتكون البيت الشعري من صدر وعجز. الصدر من بين يتكون من حشو، هذه يسموه حشو زائد ضرب، هذه يسموه حشو زائد عروض. هل من سؤال؟ لكن هذا سؤال. نروح المكونات تفضلي. ماذاك؟ نعم نروح المكونات تفضلي أنستي. ها الأولى عروض الثانية ضرب. نعم هذه عروض والثانية ضرب. أنا أعتذر أخطأت. الأولى هي العروض والثانية هي الضرب.
ثانية هذيك قافية يسموها. مكونات التفعيلة، تفعيلة مما تتكون. شوف أولا لازم نتفاهم مكونات التفعيلة. شوف هذه كلمة لم أرى على ظهري جبل سمكة. يلا عاونوني. لم هذا يسموه سبب خفيف، أرى هذا يسموه سبب ثقيل، على هذا يسموه وتد مجموع، ظهري هذا يسموه وتد مفروغ، جبال فاصلة صغرى، سمكة فاصلة كبرى. احنا هذو زوج ما نحتاجهمش، احنا نخدموا بهذو. الحاجة اللي لازم تفهمها بأن التفعيل يجب أن يكون فيها وتد وسبب، أو وتد وسببين. قده وتد؟ قده يكون فيها وتد؟ واحد. إذا كان وتد شحال في حرف؟ ثلاث. زيت سبب شحال في حرف؟ زوج. قده يولو؟ صافي تفعيلة خماسية. إذا كان وتد وسببين قده تولي تفعيلة؟ سباعي. بمعنى التفعيلة لازم يكون فيها وتد، هذه الأولى. الحاجة الثانية، التفعيلة فيها وتد واحد، هذه حاجة ثانية. الحاجة الثالثة، الوتد يحافظ على مكانه طول القصيدة. وش معناه؟ إذا جاء الوتد في البداية يبقى في البداية نهاية القصيدة، إذا جاء الوتد في الوسط يبقى في الوسط نهاية القصيدة، إذا جاء السبب في الو... في ال... في ال... في الأخير يبقى في الأخير نهاية القصيدة. المهم الحاجة اللي لازم نعرفها بأن القصيدة لازم يكون فيها وتد، ولازم يكون وتد واحد ما يكونوش زوج، ولازم يكون سبب أو سببين. صلوا على رسول الله. وتد ها دوك نجبدوه دوك تشوف كيفاش. صلوا على رسول الله. صح. وش قلنا؟ نعطيكم مثال. شوف معايا، شوف معايا، راكم تشوفوا هنا مثلا يقول الشاعر وليل، هني طول قطع طول نكتب الكتابة العرضية، حكم عارفين الكتابة العرضية، وليل كموج البحر أرخى سدوله. ها متفاهمين؟ ركز معايا. ولي وراه لين كموج البحر أرخى سدوله. وراء الوتد، وراء الوتد في البداية، معناها وين نلقى وين نلقى وتد؟ ها حركة شني شني ها شني مال هذا سبب سبب. حقرنا وش قلنا؟ الوتد فيه هكذا، والله هكذا، السبب فيه زوج. برك راك معايا ماكش معايا؟ فيه زوج صح. هذا هذا عرفناه وتد. بان لك بلي وتد ولا ما بانلكش؟ معليش لي نعط يا خويا ما فقتش بيه، بان لي بلي سبب، نديروه سبب. هاي انا درناه سبب خلاص، هذا يصلح سبب، يبدا بساكنه ما يبداش ساكن، ما يجوزش. كش ما كاين واحد من هذو بادي بساكنه؟ ما كانش. صافي معناها كون ندير بلي هذا راه سبب، معناها هنا راني غلط، ما كاينش منها. شوفي ركزي معايا، ركزي معايا، ماكش فاهم الفكره تاع سبب الوتد. صح انت صعيبه فهمتيها وسهله ما فهمتيهاش. كي نقطعوا التفعيله ونديروا الرموز، التفعيله تتكون لي من وتد زائد سبب او وتد زائد سببين. الوتد فيها فيها الوتد كي جاني في البدايه، معناه التفعيلات الاخرى راني توجور راح نلقاها في البدايه. متفاهمين؟ ها زوج متحركين بعد ساكن. نعم نعم صح. ركزي معايا، هذا وتد صح ولا لا؟ لا ورا الوتد زوج، هذا الوتد زوج صح ولا لا؟ لا ورا الوتد ثالث، هذا الوتد ثالث صح ولا لا؟ لا نبداو بالوتد هما الاولين، وهذا الوتد الرابع ورا اللي يصلح ورا هذا لا يصلح. لا لا هذا هذا وتد مجموع ولا مفروق؟ لازم كاع مجموع صح. احنا واش قلنا قبيل؟ الوتد وين جانا؟ في بدايه التفعيل. لا لا مش وتد، وتد واحد. دوك نقول لكم هذيك شني حقرنا، قلنا تفعيله لازم يكون فيها وتد واحد. هو بالك بلي وتد وتد؟ لا لا وتد ندي واحد برك خلاص.
إذا قلنا التفعيل راه الوتد جا في البداية، حنا واش قلنا الوتد وين جا؟ جا في البداية. صافي حب يقول بلي هذه بداية التفعيلة صح ولا لا؟ صافي هذه بداية التفعيلة الثانية صح ولا لا؟ هذه بداية التفعيلة الثالثة صح ولا لا؟ هذه بداية التفعيلة الرابعة صح ولا لا؟ احسب هنايا، قد عندك حرف هنا؟ خمسة، عندنا تفعيلة خماسية واحدة هي فاعول. خلاص متفاهمين؟ تفعيلة سباعية تبدأ بوتد، خلاص فاعول أكيد مفاعيل. فاعول مفاعيل. انتايا لما تلقى الوتد تحدد مكان الوتد، خلاص راك نجحت. ملي تلقى الوتد وراه قال في البداية، كان جا الوتد في الوسط نخلوه في الوسط، كان جا الوتد في النهاية نخلوه في النهاية. ركز معايا معليش، فهمتوا هذه ما فهمتوهاش؟ نجربوا طريقة واحدة أخرى. هو اللي حدد الفاصل. صلي على رسول الله صح. ها راكم مركزين ماكش مركزين؟ ها يقول الشاعر: يا من يسائل عن فوز وصورتها. هني طول قطعته. ها يا من شنو هذو؟ زوج اسباب خفيفه راكم ملاحظينها. يساء ورا الواو إلو عن فوز وصورتها. شوفوا معايا وراه الوتد، يلا عاونوني حدوا لي الوتد. هذا الوتد، لقيتوا الوتد هنا. معناها الوتد جاو قدام زوج تفعيلات، جاو قدام زوج اسباب، معناها وراه طايح في الاخير. احنا قلنا الماكسيموم الوتد يعود معاه زوج اسباب، هنا في الماكسيموم راه قدام زوج اسباب، معناها الوتد الاول ورا الوتد الزوج، هاو الوتد الزوج ورا الوتد الثالث، هاو الوتد الثالث ورا الوتد الرابع، هاو. علاه هذا حقه في الاخير؟ صافي هذا راه في الاخير. ركزوا معايا، الوتد وين طايح؟ وين طايح في هذا التفعيل؟ في الاخير مش في النص. معناها هذه نهايه التفعيله ما دام راه في الاخير، هذه نهايه التفعيله ما دام راه في الاخير هنا، هذه نهايه التفعيله ما دام راه في الاخير هنا، هذه نهايه التفعيله ما دام راه في الاخير هنا، هذه نهايه التفعيله. وين التفعيلة اللي الوتد تاعها في الأخير؟ كاينة واحدة فريدة هي مستفعلون. مستفعلون، وكاين واحدة أخرى خوتها فاعلون. مستفعلون فاعلون. أنت ملي بدات لك البيت، ملي بدا لك بدات لك قصيدة بمستفعلون، راك متوقع يا مستفعلون تاع الرجوز يا مستفعلون تاع البسيط. راك عارف ما هذو في زوج. متفاهمين؟ صح. مثال آخر. ركزي معايا. راك معايا ماكش معايا؟ ها شوف، صلوا على رسول الله. راه كاين فكرة هامة جدا. شوف اسمها القصيدة تاع عليك مني السلام. ها عليك مني يا أرض أجدادي. يلا أنطقي تشوفي من نس. خلاص نطقنا اليوم عليك من نس، من نس علي وراء الوتد كي من، معناها مش في الأول كان خطأ. من علي كي من نس سلا يا أرض أجدادي. شوف الحين نشوف الوتد، عندي خطأ هنا ما فهمش. وين كاف هذا؟ اسمحي لي لحنوا لي هذا البيت. المفتاح، المفتاح عليك مني السلام يا أرض أجدادي. المفتاح شو من بحر هذا؟ بحر البسيط. بحر البسيط. معليش نجربوا بيت واحد آخر، نجربوا بيت واحد آخر أكثر وضوحا. صلوا على رسول الله. ها ها مكر مفر مقبل
مدبر مع ها صلوا على رسول الله مكر مفر مقبل مدبر مع ورا الوتد هنا في هنا ورا الوتد زوج ورا الوتد الثالث ورا الوتد الرابع صح الوتد وين طايح الوتد وين طايح بداية تفعيل معنى هذه بداية تفعيل معنى هذه بداية تفعيل معنى هذه بداية تفعيل معنى هذه بداية تفعيل يلا عاونوني تفعيلة فيها خمس حروف وينها الوحيدة فعول مع من جي فعول مفا ها وهذه مع من جي فعول مفاعل إذن لازم تحدد مكان الوتد وراه صلوا على رسول الله نبسط لكم الحكاية هنا يا نعطيكم التفعيلات اللي يجي فيها الوتد في البداية الوتد في البداية الوتد في البداية يجيك في فاعول ومفاعيل كون نفكروا في فاعول ومفاعيل فاعول مفاعيل فاعول 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 هذا متقارب صح ولا لا لا مفاعيل مفاعيل هذا هزج صح ولا لا لا عن المتقارب قال الخليل فعول فعول صحيح على الأهزاج تسهيل مفاعيل وكي تخلطوا طويل له دون البحور فضائل فعول مفاعيل فعول صافي شحال عندنا بحر هنا أطر منين كيعود عندنا الوتد في البداية عندنا ثلاث بحور مقترحة والله يمكن أن تكون صح لما يعود الوتد في الوسط الوتد في الوسط حتى الـ الوافر ثانية تفعيلة مفاعلة أشفع عليها صح كيف تعرفوه الوافر بعد الوتد بعد الوتد تلقاو ثلاث حركات تمين بعد الوتد شحال تلقاو حركه اذا لقيتوا ثلاث حركات بعد الوتد صافي حنا اذا لقينا الوتد في البدايه راني متوقع يا فاعول يا مفاعيل يا مفاعله صح اذا لقيت ثلاث حركات بعد الوتد خلاص راه وافر الوتد في الوسط عندنا الرمل هي تفعيله فاعله فاعلة وراء الوتد هاكم ملاحظين وماكش ملاحظين صح فاعلة أكيد كاين بحر واحد آخر فاعلة مستفعيل فاعلة ما تقرأوش هذا بحر الخفيف تقرأوش الوتد في الأخير ويك تكون الوتد في الأخير في تفعيلتين اللي هي مستفعل وفاعل مستفعل يلا مستفعل وراء الوتد هو في الأخير فاعل وراء الوتد في الأخير مستفعل في أبحر الأرجاز بحر ها كملوا جيد إذا عندنا تفعيلة مستفعل وتفعيلة البسيط إذا عندنا البسيط إن البسيط خلاص متفاهمين صافي عندنا الوتد في الأخير إذا لقيت الوتد في الأخير راك تتعامل مع واحدة من هذو زوج زائد تفعيلة الكامل اللي هي متفاعل متفاعل الوتد في الأخير صح الكامل كيفاش تميزوا بين هذو تلقيه يبدأ بثلاث حركات صافي إذا لقيت ثلاث حركات في البداية راك مع الكامل إذا لقيت ثلاث حركات في الوسط راك مع الوافر إذا لقيت أصلاً ثلاث حركات راك مع الكامل والله الوافر الوافر ثلاث حركات في النهاية الكامل ثلاث حركات في البداية جيد والباقي روح شوف الوتد تاعك وراه بصح الوتد شرط ما يكونوش معاه ثلاث حركات إذا كان الوتد معاه ثلاث حركات راه كامل والله وافر متفاهمين هل من سؤال صلوا على رسول الله اللهم صلي وسلم وزيد وبارك على محمد الأمين
وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أتمنى لكم التوفيق. ويزيد واحد يحكي لي على العروض، الله يعاود لي حكاية العروض، والله يخطأ لي في بيت في التقطيع. عطيتكم طريقتين، تحب تلحن تجيب البحر، تحب تقطع تجيب البحر، شوف السهل عليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.